واش الدراري واش البنات، السلام عليكم، معكم مهدي مسعد، مرحبا بكم فيديو جديد. بحال ديما الفيديو ديال اليوم غايش العنوان هذا هو البلان. شي خويا ولا اختي كنتي هاز لاكريس دعقاتك الشحمه وتدوز على شي واحد وتتسول وتقول لي خويا شي بروغرام ديال الماكله ما تعقلش عليك، ولا تدخل ليوتيوب وتكتب شي بلان وتقول شي بروغرام ديال الماكله وتخرجوا لك بزاف وما تعرفش اين بروغرام تبع، شكون هو اللي كلامه صحيح شكون هو اللي كلامه ما صحيحش. في هذا الفيديو غادي نعطيك الكلام الصحيح، كون متاكد انك غادي تخرج وانت راضي الصاب، ولاني حتى نتايا ولا حتى انت ما تنساش تورك جيم دابا نيش تورك جيم، خلي شي كومونتير زوين اللي تسالي الفيديو بارطاجي مع العشرين ديالك، بحال هكا غادي تشجعني حتى انا باش نقلوح لكم فيديو جديد. المهم البلان وما فيه، كنت حطيت واحد لا فيديو كيفاش طيحت 10 كيلو في ظرف ديال شهر. بزاف ديال الدراري صيفطوا لي ميساج يقول لي الصاب كيفاش درتي حتى طيحتي، بغينا البروغرام ديال الماكله. صافي انا غادي نتطوع وغادي نعطيكم بروغرام اللي كنت خدام به، حيت ماشي ساهل، ماشي اي واحد غادي يعطيك بروغرام اللي كان خدام به، وما نقولش لك البروغرام ديالي يقدر يخدم لك، ولاني واحد 90% راه غادي يخدم، حيت كله الجسم ديالو وهذا وكله كيفاش المعدل الحرق ديالو وكله واش يخدم ليه، ولان صافي داكشي كامل هضره فهمتيني. انا داك بروغرام ممكن اي واحد يخدم به غادي يعطي ضروري تكون النتيجه، فين تتبقى النتيجه في اللصقه الاخر هذيك الساعات يكونوا بزاف ديال الاقوال تما فين كاينين الافلام، وخاص يكون عندك كوتش ولا بغيتي تخدم كوتشين اونلاين تقدر تصيفط لي ميساج في الواتساب ونخدم معاك ما كاينش مشكله الصاب، وندير مع خويا المزيان والرب ديال المزيان او اختي مرحبا. المهم هذا الفيديو هذا ماشي بيب ولا هذا الفيديو، انا جيت نطوع باش نعطيكم بروغرام اللي كنت خدام به. المهم الا بغيتي الحركات اللي تنخدم في الكارديو انا نحط لكم لا فيديو العنوان ديالو هنايا في صندوق الوصف، دخلوا تفرجوا في الحركات اللي تنخدم. المهم في هادشي كامل واللي علاش دايرين حنا هاد الفيديو هو البروغرام ديال الماكله الصاب. البروغرام ديال الماكله قبل ما ندوزو للماكله الصاب بغيتك دير واحد الحاجه، خاصك تبدا تخدم الكارديو واحد 45 دقيقه يوميا قبل ما تفطر، ملي تفيق في الصباح من الناس غادي تلبس التوني ديالك وغادي تخرج دير 45 دقيقه ديال الجرى فوشين، موراها تبقالك واحد 15 دقيقه خدم فيها واحد شويه ديال الحركات شويه ديال لي زابدو. هادشي اللي كاين، غادي ندوزو الصاط للماكله. الماكله نعطيك البروغرام اللي كنت خدام به انايا اللي مشيت به وشهر الحمد لله طيحت به 10 كيلو، ولان الصاط تنقول لك نضيباط ما كاينش يا مرحميني ما كاينش هادي غلط هادي حقه ما حقه، ما خصكش خص قلبك يكون حجر الصاط حجر ما ترحمش راسك، وكن متاكد غادي تكون النتيجه ان شاء الله. صاط جيب شي ورقه وستيلو وكتب معايا البروغرام، بروغرام زوين غير هو الصاط. نقول لك واحد الحاجه، راه البروغرام راه مكلف، ما تقولش ليا هادشي راه بزاف عليا ولا، الا كنتي باغي تدخل في الريجيم كون متاكد انك راه غادي تخسر الفلوس الا ما كنتيش تسقد، غير سقد بلا ما دير الريجيم. سي تقدر دير شي ريجيم ديال الجوع صبار كدا هذيك ديال المويها تميرة العيبات وتجوع راسك، ولكن انا الريجيم اللي غادي نعطيك غادي طيح الشحمه، ولكن ما غاديش تدخل في كاتابوليزم، المسكل ديالك غادي يبقى مقعد فهمتيني، غادي تحيد الشحمه اللي زايده ولكن غادي يبقى المسكل ديالك. باش ما نطولش عليكم جيبوا خويا شي ورقه وستيلو ونيسو. اول حاجه الصاط في الفطور ديالي تمشي بخمسه ديال البيض ديال البيض وجوج بيضات تنديرهم مع الشوفان، كنت ندير 50 غرام ديال الشوفان معاهم جوج بيضات وتندير معاهم نص بنانه تندير بهم بانكيك، وخمسه ديال البيض ديال البيض تنكون صالطو، تندوز هادشي كامل بكاس ديال الليمون تنزيد معاهم واحد المعلقه كبيره ديال الفول السوداني. هذا الفطور ديالي قيدو. تمشي اخويا للخدمه تناخذ واحد القهوه كحله مسوسه، تندوزو للسناك اللي هو تناخذو انايا مع 11 سناك، تناخذ فيه اخويا 70 غرام ديال الروز بسماتي، ماشي الروز العادي، تناخذ الروز بسماتي اولا الروز كومبلي مع طون ديال الماء، تقدر تاخذو من الحانوت ولا من شي بلاصه المهم ما كاينلاش نديرو اشهار، المهم طون ديال الماء. وغادي تاخذ مع اخويا واحد 50 غرام ديال الكركاع اولا اللوز وتفاحه صغيره. تمشيو اخويا للغدا، الغدا اخويا تناخد 250 غرام ديال الصدر ديال الدجاج، وتناخد واحد السلطه فيها الخس والخيار، وتناخد واحد الجبانيه صغيره ديال الصوبه، الصوبه فيها غير خضره خضراء هي اللي مسلوقه معاها وهي اللي مطحونه، تفاهمنا الدراري. تنجيو عاوتاني قبل ما نتريني، انا تنتريني مع الخمسه، تنسالي خدمه مع الربعه تنجي للدار نيشان، تناخد واحد سكوب ديال الهواي وتنزيد معاها اخويا واحد التفاحه صغيره ترتاح واحد شويه، تمدا غادي لاصال تناخذ واحد القهوه كحله مسوسه تمشي نتريني.
سلسله لونطريمون ديالي تنجي تندوش ناخذ فيها 250 غرام ديال الصدر ديال الدجاج وش ناخذ فيها خويا طرف ديال البروكولي وش ناخذ فيها سلطه فيها الخس والخيار والوجبه اللي ما بين هاد السناك والعشاء تناخذ واحد التفاحه خضراء صغيره عوشان تندوزوا للعشاء العشاء خويا تناخذ فيه 250 غرام ديال الصدر ديال الدجاج وش ناخذ فيه صوبه ومنين تنبغي الناس قبل ما الناس مباشره تناخذ اخويا واحد الشكل عوشان ديال البروشي هذا هو البلان هذا البلان ديال الماكله كامله ديالي ما نزدت عليكم حتى حاجه ما نقص عليكم حتى حاجه صاد حيد الكارب من الغدا اللور ما تبقاش تدخل الكارب الا بغيتي تحصل على النتيجه كنتي هاز بولين بغيتي طاف بغيتي طيح بالزربه حيد الكارب شي من الغدا اللور ما تبقاش تدخل الكارب خذو غير في الفطور وفي السناك تفهمنا انا ما خزنت عليكم حتى حاجه ما يجيش واحد يقول لي لا ناقصه ولا كذا ولا ما ناقصه صاد حتى حاجه كلشي كاين بروغرام هذا غادي بيه والحمد لله كاينه النتيجه بخير وعلى خير ما حاس حتى بحاجه ما دخل لا في كاتابوليزم لا والو داكشي خير ندوزو الصاد بالنسبه لي كومبليمون اش تاخذوا لي ميلتي فيتامين تقدر تاخذها من الفارماسي ولا من المحلات ديال البروتيين ماشي مشكل وغادي تاخذ واحد الاوميغا 3 ضروريه وبي سي ا ا تقدر تاخذ حبه ولا جوج هادو هما اللي تناخذ انايا بالنسبه هادو الفطور ملي تنسير الفطور ديالي تناخذهم دابا الصاد اشنو خاصنا هضرنا على الماكله الماكله تقريبا قلنا كلشي ما قلنا حتى حاجه لي كومبليمون قلنا كاملين اش بقى بقى الصاد عاد نعاود نقول لك واحد النقطه خاصك تصبر صبر ما تقولش النتيجه تعطلات ولا علاش ولا ما علاش خاصك تصبر وحاجه اخرى الملحه حاول تنقص منها ما تكونش كثيره في الماكله ديالك تكون ناقصه شويه باش ديكاجي ديما الماء حيت الماء الا كان في الكور ديالك تبقى تبان راك من فوق تسحب راسك راك باقي عامر شحمه وشرب الماء مزيان ما تاخذش الماء ديال الروبيني وما تاخذش ما طالع في الصوديوم حاول تاخذ شي ماء هابط في الصوديوم راه كاين بزاف بلا ما نديرو كيف وكثر الماء حاول توصل واحد الضربه 4 لتر حتى 5 لتر في الماء ولا قدرتي تاخذ شي حارق الدهون حتى هما مزيانين ما يقولك شي واحد لا راه مخدامينش ولا حتى هما خدامين الصاد تقدر تاخذ شي حارق الدهون طلع بزاف ديال السميات كاينين تقدر تاخذ شي سي ال ا ولا تاخذ ال كارنيتين ولا المهم هادو راه مزيانين غادي يعاونوك والصبر دابا هذا بروغرام ديال الناس اللي بغاو يضعفوا دابا بقاو الناس دابا يتقلقوا الدراري يقول لك حنا بغينا نزيدوا في الفوليوم باش خاصنا ناكلوا الى لقيت تفاعل في الفيديو ان شاء الله حتى نتوما ندير لكم الفيديو باي باي لاز تحية الخوت تحية الحباب تحية الناس اللي ديما مشجعانا وديما مدعمانا راكم توجور في القلب لاز